السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي تنتمنى من خلاله أنه يلقاكم كاملين بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير. فدائما كيف الفناء وكيف العادة كنبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد، فبغيتكم كاملين تقولوا معايا اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نساوش أيضا الإخوان ديالنا في فلسطين صالح الدعاء، اللهم كن لهم وليا وناصرا، اللهم انصرهم يا ربي على عدوهم يا ربي آمين. وايضا ما نساوش حتى وليداتكم وليدات الاخوان ديالنا المسلمين اللي عندهم امتحانات ديال الباكالوريا اليوم، فالله يسر لهم كاملين، ولا ايضا حتى اللي دوزوا الامتحان ديال الجهوي، ولا ايضا جميع الامتحانات اللي كاينه في نهايه السنه، فالله يسر لهم ان شاء الله بالنجاح ويفرحوكم ويفرحونا حتى حنا معاهم. بالنسبه للعروض اللي كاينه اليوم غنشارك معكم العروض ديال غدا ديال الثلاث، غادي تكون 11 في الشهر. اول حاجه غادي نبداو بها كاين معنا بلوك ديال الموتزاريلا ولا جبن ديال البيتزا، في الموتزاريلا معروفه، فهذه فيها كيلو ولا مارك ديالها ديال غاستروميكس. هاد الماركه هذه راه كيشكروها بزاف ديال الناس، والثمن ديالها كتجي ب 59 درهم، يعني غادي نقولوا 1200 قل درهم. بالنسبه للعروض كيف قلت لكم كاينه غدا ديال الثلاث وراها عروض وطنيه، غادي تكون في جميع محلات بين المغرب. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد القشده طاريه، واحد كريم اللي هي ليجار، هادي ديال الجوده، وكيف كتشوفوا راه مكتوبه عليها كريم كويسون. بالنسبه لا كريم راه كاين اللي كتكون بحال وحده كيجيبها بيم تقريبا بشي 8 ديال الدرهم، كاين اللي كيستعملها في الحلويات وايضا حتى في الطياب كتصدق ليهم بجوج. بالنسبه لهادي فيها السيترو والثمن ديالها 18 درهم اللي هي 360 ريال. هنا كاين معنا واحد جبنه ديال الماعز، بالنسبه لهادي فيها شي 150 غرام يعني ربع صغيره، الثمن ديالها غادي تلقاوه ب 23 درهم اللي هي 460 ريال. كاين معنا ايضا حتى الياقوت الممزوج، فهذا فيه ديال الفرومبواز، فيه سوغيز، فيه ايضا الفريز، فيه ايضا حتى ديال الخوخ والفرويد باسيون. بالنسبه لهاد الحكاك هادو فيهم تقريبا شي 150 غرام يعني ربع صغيره، والثمن ديالهم تيجيو ب 6 ديال الدراهم الواحد يعني 120 ريال. من بعد كاين معنا ايضا حتى فخوماج بلون ديال ميلكي فود، بالنسبه لهذا هاد العلبه هادي ولا هاد الطاسه هادي كتهز تقريبا كيلو. ف الحاجه اللي معروفه فهذا شي يكون طبيعي، اما هاد اللي كتشوفوا هاد السطله هادي اللي قدامنا هادي فيها منكها بالثومه والاعشاب، فهاديك يقدروا يستعملوها الناس مثلا بالنسبه للطبيعي كيستعملوه الناس كيدهنوه في الخبز، فهذا في الغالب ما كيستعملوه للطياب. مثلا ملي كتكون شي بسطيله اللي فيها الفرماج وكيزيدوا عليها حتى هاد الجبن هذا. بالنسبه للثمن ديالو شي 52 درهم اللي هي 1040 ريال. هنا كاين معنا الباك ديال الكوكيز، هذا فيه شي 162 غرام، الثمن ديالو غادي تلقاوه ب 28 درهم اللي هي 560 ريال. بالنسبه لهذا راه جديد، كوكيز ديال لا مارك ديال مارس. هنا كاين معنا لي بار شوكولا، خمسة ديال لي بار شوكولا ديال اكستريم، فهادو فيهم الشوكولات والنوغا، الثمن ديالهم غتلقاهم ب 9 ديال الدرهم. هنا بحال كتقتصدوا درهم فيهم بخمسة، بحال كتنقص 4 ريال في الوحدة. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد الكيك ديال البالكوني، بالنسبة لهاد الكيك ديال البالكون كيكون زوين، فيه شي 222 غرام يعني جاية الرابعة، الثمن ديالها غادي تلقاوها ب 19 درهم اللي هي 380 ريال. وكاين معنا ايضا حتى الباك جينواز، فكاينه اللي هي ديال تيراميسو وكاينه ايضا حتى ديال فاسيكاو. بالنسبه لهاد الجينواز هادي فيها 280 غرام فايته رابعه، والثمن ديالها غتلقاوه 25 درهم اللي هي 500 ريال. فكيف قلنا كاينين جوج ديال النكهات مختلفين، تيراميسو والفاسيكاو. نمشيو ايضا نشوفو باقي العروض، فمازال معنا حويجات اخرين تقريبا كاين معنا شي 3 ديال الصفحات غادي نشوفهم ان شاء الله كاملين بالشرح ديالهم. هنا كاين معنا ايضا حتى شيبس ديال دوريتوس، فكاين اللي هي تيكس ميكس وكاين ايضا حتى الشيلي، هادو بجوج بهم فيهم الاولى بالنسبه للتيكس ميكس فيها شي 120 غرام، بالنسبه للشيلي فيها 140 غرام، وكاين ايضا حتى سويت شيلي اولا الحار حلو، فهذه فيها 100 غرام. بالنسبه لكل وحده فيهم واخا عندهم اختلافات في الغرامات، فكل وحده فيهم كتجيب 15 درهم اللي هي 300 ريال. بالنسبه للوحده فيهم تقريبا اللي فيها شي 140 غرام هي اللي كبيره. هنا كاين معنا بالنسبه للرقائق الذره ولا الشيبس، فهادو ديال شيطوس غادي تلقاوهم ب 14 درهم،
فيهم شي 100 غرام تقريبا في الوحده، وحده فيها 96 وحده فيها 100 غرام، غتلقاهم ب 14 درهم اللي هي 280 ريال. كاين معنا ايضا حتى هاد الشيبس هادي ديال طاكيس، حتى فيها نكهات مختلفين بشي 16 درهم يعني 320. كاين معنا ايضا حتى الشيبس اللي فيها البيزون، فيها ايضا حتى الاوريجينال، فهادو غتلقاهم بشي 310 ريال 15 درهم ونص. وكاين معنا ايضا حتى هاد لي شوينغوم ديال مينتوس، فكاين اللي كتجي بالفريز بنكهه ديال الفريز، وكاين اللي كتجي بالنكهه ديال النعناع، هادو فيهم شي 11.4 غرام 11 نقولوا 11 ونص، والثمن ديالها غادي تلقاوها ب 8 ديال الدراهم العلبه، فيها 8 ديال القطع في كل وحده، 8 ديال لي شوينغوم. هنا كاين معنا ايضا بالنسبه للدقيق، معنا واحد الدقيق ممتاز من القمح الطاري، فهاد الخنشه هادي ديال 10 كيلو كتزاد فيها جوج ديال الكيلوات فابور يعني بغراتوي مجانا، غادي تلقاهم 42 درهم يعني ب 840 ريال 12 كيلو. وكاين معنا ايضا حتى هذا ديال نور الدار اللي هو دقيق مستدير كيكون بحال الشكل ديال الحبيبات، فهذا غادي تلقاوه بشي 26 درهم 5 كيلو يعني شي 104 ريال الكيلو. وكاين معنا ايضا دقيق ممتاز من القمح الصلب ديال مزيه، هذا 5 كيلو غادي تلقاوه بشي 34 درهم يعني 700 قل درهم. وكاين معنا ايضا حتى ديال الشعير 3 كيلو ديال الشعير من القمح الصلب، فهذا غادي تلقاوه ب 38 درهم يعني ب 760 ريال. بالنسبه للانشون كاين معنا لانشون ديال البقري، جوج ديال العلب ديال 600 غرام في الوحده يعني كيلو وربع فيهم هما بجوج، بالثمن ديال 26 درهم اللي هي 520. بالنسبه للكونفيتير كاين معنا هذا ديال الفرومبواز ديال البركه، فهذا فيه شي 370 ml، الثمن ديالو بشي 18 اولا 19 درهم اللي هي 380. كاين معنا ايضا حتى لي نوغيت ديال الدجاج، هذه فيها 300 غرام يعني قل من نص كيلو، وفيتها رابعه غير بشويه ب 27 درهم اللي هي 540. هادو الثمن ديالهم كيكون شويه طالع بالنسبه للمحلات ديال البيم. هنا كاين معنا صابون سائل ديال مستر جلوويكس، فهادو كاين بنكهات ديال الفريز، كاين الكوكو، كاين الكريم، كاين ايضا حتى السيترون الحامض، فهادو فيهم اترو غتلقاهم 15 درهم اللي هي 300 ريال. كاين معنا ايضا حتى فوط صحيه ولا سيرفيات ايجيانيك، فهادو غتلقاهم 25 درهم فيهم 26 قطعه. وكاين معنا واحد موزيل ديال العرق جيل ديودورون اللي ديال لا مارك ديال جيليت، فهذا كيجي بشي 35 درهم. بالنسبه لهذا راه كندار ضجه مؤخرا، بزاف ديال الناس كيشكروه، والثمن عند بيم راه غير ب 35 درهم، في المحلات العاديه كيدير شي 38 درهم، فهذا تلقاوه ب 700 ريال. وكاين معنا ايضا حتى واحد جوج ديال الخنيشات اللي فيهم جوج كيلو ديال الكروكيت اللي خاص بالقطط، فكاين مثلا اللي هو خاص بالقطط الكبيره، وكاين ايضا حتى اللي خاص بالقطط اللي هي صغيره، يعني هذه اللي كتشوفوا ديال الجينيور هي ديال القطط الصغير، فبالنسبه لهادو غادي تلقاهم شي 60 درهم اللي هي 1200 ريال. بالنسبه لعصير نكتار هذا تيقولوا بما فيه 10 ديال لي فروي مخلطين زائد 10 ديال لي فيتامين وغير 22 درهم، ما كتدخلش العقل ما عليهش. هنا كاين معنا ايضا حتى عصير نكتار بالنسبه لهذا كيجي ب 13 درهم 260 ريال، وفيه غير رابعه 250 ml، فكاين ديال الاناناس وكاين ايضا حتى ديال الليمون وخيزو او الجزر. هنا كاين معنا ايضا حتى نكتار ديال الخوخ، فهذا فيه ايترو، بالنسبه لهذا كيجي بشي 23 درهم اللي هي 460 ريال، هذا ديال روستوي. كاين معنا ايضا حتى مشروب غازي ديال بيبسي اللي فيه شي 330 ml، كاين اللي هي عاديه، وكاين ايضا حتى النكهه ديال الحامض، هادو كيجيو بشي 90 ريال 4 ديال الدراهم. كاين معنا حتى هذا الباك هذا ديال المشروب الغازي اللي فيه بيبسي، فيه 7 اب وفيه ميراندا، فهادو فيهم اترونس في الوحده، والثمن ديالهم تيجيو بشي 14 درهم اللي هي 280 ريال. كاين معنا ايضا حتى شاي مثلج، اتاي مثلج بالنكهه ديال الخوخ، فهذا كيجي بشي 8 ديال الدراهم. وكاين معنا ماء معدني منكه اللي هو ديال عين سيس، فهذا كتجي فيه النكهه ديال الحامض، قرعه فيها اترونس بالثمن ديال 6 ديال الدراهم اللي هي 120 ريال. فتقريبا كانوا هادو هما جميع العروض اللي غتكتشفوا عند محلات ديال بيم ابتداء من غدا ديال الثلاث. وبالنسبه للعروض كيف قلت لكم راه هي وطنيه، فتنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وتنتمنى ايضا
ما تنسوش الدعاء الإخوان ديالنا في فلسطين ولا وليداتكم اللي عندهم الباكالوريو وجميع الوليدات اللي عندهم امتحان ان شاء الله يتوفقوا بالنجاح. ونتلقاكم في الفيديو الجاي، نلقاكم كاملين باحسن صحه وعافيه. ديالكم حين كنبغي نقول لكم دائما تبارك الله عليكم.